أستاذ الفنان الكبير والمطرب الكبير الأستاذ هاني شاكر، برحب بيك ومبروك. اهلا بيك يا اسلام، ازيك يا حبيبي؟ ازي الله يبارك حضرتك، فيك. عامل ايه؟ ربنا يخليك. برحب بيك يا حبيبي وحبيبي كابتن رضا حبيبي يا وحبيبي فنان، كابتن ابراهيم، حبيبي وربنا ازيك؟ ما يحرمني منكم ابدا يا حبيبي رب، ازيك؟ ومبروك مبروك لك، للزمالك مبروك. وهارد لك للاهلي يا حبيبي. قول لي، كنت بتعمل ايه وقت ضربات ترجيح؟ كنت بعمل قاعد بقرا قران. والله قاعد بقرا قران. كنت قاعد مع مين يا وبعد كده؟ كنت قاعد مع نهله وقاعد مع مجدي ومليكة احفادي، هم اهلاويه وانا زملكاوي، الاهلي يجيب جون يزعقوا وانا الزمالك يجيب جون اقعد اقرا قران. لا بس انا خدت حقي بعد كده يا اسلام، والله انا قمت غنيت لهم بقى بعد كده ورقصت لهم وكله. غنيت لهم ايه بقى يا استاذ هاني؟ لا، ما انت اللي طلع مني ساعتها لا بقى يا ما اسلام انت هتقول بصراحه. لنا دلوقتي انت غنيت لهم ايه وهتغني دلوقتي. يا حبيبي اصل مش هينفع حضرتك تبقى معانا وما تغنيش، يعني انت ربنا صوتك يخليك. انا بس اي حد بجد عايز اقول بيعشقه يعني. الاهلي النهارده عمل ماتش كبير جدا جدا، الزمالك الحقيقه ما اعرفش يعني مش ده الزمالك اللي شفناه مع الترجي، لكن انا ما اعرفش قد يكون يمكن هو المدرب قاصد انه يبقى بيلعب زون ديفنس كده من اول الماتش، الهجمات بتبقى معدوده الله اعلم، لكن يعني في النهايه هو ماتش واللي بيبقى فيه عنده حظ لضربات الجزاء بيكسب، وهارد لك للفريق الاخر. وحقيقي الاهلي النهارده انا بقالي فتره طويله يعني ما استمتعتش بلعبه زي ما استمتعت النهارده والله بجد، فهارد لك من قلبي وان شاء الله الجايات اكثر من الرحاب باذن الله. امتى كنت خايف الماتش يروح من الزمالك؟ الشوط الاول الاهلي كان ماسك الكوره بشكل كبير جدا، ومعرفش كان عندي احساس ان الاهلي هيجيب جول قبل الشوط الاول ما يخلص، لكن اقول لك حاجه بصراحه يعني اتفضل، اول ما خلص الشوط الاولاني من غير اجوان انا حسيت الزمالك هينزل بشكل مختلف الشوط الثاني، احساسي كده يعني الفريق اللي يبقى متمكن وماسك كوره بالشكل ده وما يحرسش وما يجيبش جوان بعد الفرص الكتير اللي جات له دي، انا قلت يمكن مش يوم الاهلي النهارده او الزمالك هينزل الشوط الثاني فايق اكتر مركز اكتر، والحمد لله طبعا يعني اسعدنا الفريق النهارده بالفوز الكبير، ومبروك يا حبيبي يا رب ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. يعني ممكن يعني تكافئ اللعيبه تروح لما يرجعوا تزورهم، يعني انت حضرتك قيمه كبيره وقيمه يا حبيبي فنيه ربنا فنيه يخليك يا كبيره. اسلام، لا ده واقع ودي حقيقه. ان شاء الله نرتب مع المستشار مرتضى منصور، انا ببارك له وببارك لمجلس الاداره وللفريق والجهاز الاداري والمدرب وكلهم الحقيقه يعني اسعدونا، وحدث ولا حرج بقى عن الاستقبال الجميل للجمهور في الامارات والتنظيم وحسن الاستقبال والتصوير الرائع، لا بجد شيء كانك في اوروبا يعني بجد. النهارده ماتش عالمي. حضرتك اتفاجئت بالغاء حفل محمد رمضان؟ لا انا ما اتفاجئتش، انا ما اعرفش انه يعني انا انه اتلغى، انا كنت سامع انه عنده حفله بس ما اعرفش لغوها ولا لا. لا، لكن يعني حضرتك يعني ما الموضوع دوت كان بيشغلك ولا ما لا بيشغلكش؟ خالص 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 يعني الموضوع ده مش 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 في بالي نهائي يعني. دايما دايما يعني في الفترة الأخيرة يقولوا إن الفنان الكبير هاني شاكر بيحارب المهرجانات أو أغاني المهرجانات، هل الكلام ده صح؟ بص بقى يا اسلام، انت اتفضل. عايز موضوع المهرجانات ده عايز قاعده من اول النهار لا انا بس حضرتك كده هتجاوبني على السؤال ده. ونقعد انا وانت ندردش براحتنا. ده شرف ليا يا استاذ هاني. بنبارك للزمالك يا اسلام. طب طالما مبارك يبقى حضرتك لازم تغني للزمالك. طبعا طبعا يعني. طب خلاص يبقى نسمع حاجه للزمالك. اسهل من المهرجانات. قد ما عمري طول هفضل احبك انا، ليل نهاري هقول زمالك حبيبي انا، قد ما عمري طول هفضل احبك انا، ليل نهاري هقول زمالك حبيبي انا، فينك من بدري بحبك انا يا منايا، يا عمري بحبك انا، مستني اشوفك والمح طيفك
ليلى يا غالي، ليلى يا غالي. سعيد جدا يا سلام بوجود حبيبي، حضرتك معانا، ربنا وسعيد اكتر يخليك، بان انا اسمع يعني اغنيه من حضرتك على الهوا. ربنا يخليك يا حبيبي دايما انت. تكون موجود ودايما تشرفنا الفنان الكبير احنا هاني عايزينه هنا شاكر، بقى في مره، يعني وكابتن رضا عايز عايزين يكلمك. حضرتك هنا معانا هنا هات في يا حبيبي، هات يا حبيبي. اه هيا والله رضا يا جميل، حبيبي السلام. بيقول لحضرتك يعني عايزينك تكون موجود معانا هنا في الاستوديو مره ان شاء ان الله شاء الله. عينيا بدل الكابتن عينيا مجدي عبد الغني. حبيبي، عينيا بيقول لك وعينيا بدل، رضا بيقول حبيبي. لك بدل مجدي عبد الغني. عينيا ليك يا رضا حبيبي. ما والله مجدي تنورني. حبيبي ما اقدرش ازعله بصراحه، بس يلا لا ما اجيب بتزعلوش، لا واجيلك هو ما زي جاش، هو ما جاش، هو نام بدري النهارده، زار هو نام العزيمه بدري. اثرت ايوه عليه. الفنان حبيبي الكبير والمطرب الكبير امير الغناء العربي الاستاذ هاني شاكر، مبروك وبشكرك طبعا شكرا جزيلا. من الشخصيات المحترمه طبعا جدا طبعا هاني طبعا، شاكر، و ولي تاريخ كبير جدا. بس عايزين يعيد بس حتة المهرجانات دي عشان في ناس بتاكل عيش منها كتير يعني.